بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، هجاوب بس على بعض الأسئلة اللي جات لي بسبب الفيديو الأولاني، وفي ناس بتستفسر مش عارف أنزل برنامج مندلي، طب أعمل إيه؟ طب إيه النسخة اللي هبعتها للكلية بالظبط؟ هجاوب على كل الأسئلة ديت في الفيديو ده بإذن الله. الأول كده صلي على النبي، أنا كنت منزل أو عامل بيبر قبل كده على الستيم سيل، هفتحها قدامكم أكن البيبر دي اللي أنتوا تبعتوها أو اللي هتشتغلوا عليها، تمام؟ عاوز تعمل الصفحة دي في البداية على الرغم إن أنت مش هتبعتها ولا هيكون ليها لازمة يعني، بس كمقدمة أو يعني كإنترو للبحث بتاع سعادتك. المهم ندخل في البحث بالتفصيل. كان البحث بتاعي مثلا على Enhancing Steam Sales in Treatment of Stock. موضوع البحث باختصار ان انا بحفز الستيم سيلز اللي موجوده في خلايا البرين. احنا عارفين ان كل الناس بيكون في ستيم سيلز خلايا جذعيه، عاوز احفزها عشان تنتج او تقدر تصنع خلايا دماغيه جديده، نيورونز جديده، فبالتالي هعالج الستوك. المهم البحث بتاع سعادتك مطلوب منك ان هو يكون مكون من 3 اجزاء رئيسيه: الانترودكشن والبادي والانكلوجن. كلمه انترودكشن يا جماعه دي المقدمه، انت هتقول لي مقدمه عن اللي انت هتكتبه في البحث، ولنفرض ان موضوعك مثلا زي ده الستيم سيلز او المينجايتس او اي حاجه من دي، انت هتكتب مقدمه. المقدمه ديت بتوضح اللي انت هتدخل عليه في البحث، يعني ما بتحطش فيها معلومات رئيسيه، جاست كده زي ما يكون ايه، تلخيص يعني، بس تلخيص كبير شويه. دي بالنسبه للانترودكشن. بعد كده هندخل على البادي. البادي انت مش هتكتب بادي وتكتب تحته الكلام، لا، يعني الانترودكشن انا كتبت انترودكشن وبعدين كتبت الكلام اللي انا عاوزه عند سعادتك، لا، في البادي انا مش هكتب كده. في البادي هتلاقي فيه تاج جنب كل بحث نزل لك من الكليه الايتمز بتاعته، ولنفرض الايتمز بتاعته ديفينيشن، ايتيولوجي، هيستوباثولوجي، وهكذا. انا عندي مثلا هنا كان البادي بتاعي كاي بحث بيتعمل او كاي بيبر بتتعمل المفروض بيكون فيها ديسكشن مثلا، وبحط مجموعه من البيكتشرز عشان تدعم البحث بتاعي، وبعد كده في مثلا في الاخر كذا مع البيكتشرز كده. احنا كان في الديسكشن ده الجزء الرئيسي في البحث. بعد ما تخلص البادي اللي هو الديفينيشن والايتيولوجي والهيستوباثولوجي عند سعادتك وتدور وتحط معلوماتك، اخر حاجه خالص بيقول لك قول لي الكونكلوجن، يعني ايه اللي استفدته من البحث ده. انا قلت الكونكلوجن بتاع all these studies explain how to enhance، كل الدراسات اللي انا كتبتها عند سعادتك في الارتكل ده او في الريسيرش ده بتوضح ازاي اعمل انهانسمنت، ازاي احفز البوليفيشن بتاعت الستيم سيلز باي ديفرنت ويز عشان اقدر احسن من العيان واسرع من التعافي من الاستروك دي او من الجلطات الدماغيه. فالكونكلوجن انا لخصت البحث دي. يبقى تاني كده، انا لو عاوز اعمل بحث او البحث بتاع سعادتك هيتعمل من 3 عناصر رئيسيه: الانترودكشن، ودي اللي بتتكلم فيها كده مقدمه عن البحث سريعا، ثم بعد كده كذلك بعد كده البادي، والبادي ده اللي بتتكلم فيه عاوز تحط فيه صور، فيجر مان، اي حاجه انت عاوزها. بعد كده الكونكلوجن ديت تالت حاجه. اخر حاجه خالص الريفرنسز يا دكاتره، الريفرنسز وقلتها لك قبل كده بتعملها بمندري. طب يا دكتور انا مش عارف اعملها بمندري ومش مطلوب مني اصلا اعملها بكده، لا ده انا مطلوب مني ابعت نسخه من الريفرنسز ديت للكليه. تمام، انا معاك تمام. بص معايا كده واحده واحده، انا هفتح مثلا برنامج وورد اهو، برنامج وورد كده، وهكتب عليه ريفرنسز. تمام، في ايه هنا عشان الناس اللي بتدقق بس، معلش نسيتها. فتحت برنامج او صفحه وورد تانيه. صفحه الوورد ديت والله سعادتك لو انت عامل بالطريقه بتاعتي او واخد الوورد او واخد اللي هناك، كل حكايه هتجيب الريفرنسز دي هنا وتاخدها نسخ وتاخدها كوبي عن سعادتك وتحطها في فايل الوورد اللي انت سميته ريفرنسز بيست، بس لا اكثر ولا اقل. بس ارجوك معلش، وانا بتحول لي الفونت بتاع سعادتك هتيجي من هنا كده، الهوم في قائمه هنا اسمها فونت. الفونت بتاع سعادتك هيبقى تايمز نيو رومان، تايمز نيو رومان. اختار الفونت ده كده، وهيبقى الخط العرض بتاعه 14، خلي كلمه ريفرنسز ديت معلش خليها ب 16 تبقى اكبر شويه، وخليها بوند كده. انت عملت فايل ريفرنس، حوله البي دي اف، ما تبعتوش كوورد، بتحوله البي دي اف، تتك سيف از، تضغط على سيف از، احفظه في المكان اللي انت عاوزه. مثلا انا كنت عامله في الميديكال ريسيرش، احفظه في الفولدر ده كده. هاجي هنا هتلاقي في كلمه وورد دوكمنت، هتضغط عليها في الاخر هنا بي دي اف سيف. كده انت خلاص حفظت نسخه من البي دي اف بتاع او من الريفرنسز بتاعت سعادتك كبي دي اف، وفتح لي نسخه البي دي اف اهو قدامك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتح كده، دي البي دي اف، دي النسخه اللي انت ساعتك هتبعتها للكليه، اهي موجوده عندي في الفولدر اهو، هي موجوده فين، هي ريفرنسز اهي. لو تلاحظ كبر لكم كده الكوميت بتاعت الريفرنسز اهي، هي دي كده اللي انت هتبعتها للكليه. طب ايه تاني هبعته للكليه يا دكتور؟ والله هتبعت تقرير البلاجيريزم. طب انا بعمله ازاي؟ انا قلت في الفيديو وهعيده تاني دلوقتي. سعادتك والله بتفتح البرنامج ده اللي هو اسمه البلاجيريزم، اللي انا كنت حطيت اللينك بتاعه في الفيديو اللي فات وهحطه لك في اللينك ده كمان. بتجيب البحث وبتعمله كوبي هنا، جيب البحث وبتعمله كوبي هنا. خلي بالك هم قالوا لك البحث ما يتعداش 1000 كلمه، لان البرنامج ده اخره 1000 كلمه. بعد كده بتضغط على تشيك بلاجيريزم. انا عملت تشيك بلاجيريزم وطلعت ريبوت. الريبوت عند سعادتك بقول ان انا 20% مقتبس، كده انا ضمن النسبه المحدده اللي سعادتك كانوا محددينها ليك 40%. طب كلام كويس، يعني انا كده هعمل ايه؟ خلاص انا عملت تقرير البلاجيريزم ده. طب انا هنزله ازاي؟ هعمل داونلود ريبوت. اما تضغط على داونلود ريبورت هتظهر ليك صفحه، ثواني خليك معايا برضو عشان امشي معاك خطوه بخطوه، عشان مش تقول انا اتسرعت او عملت حاجه سريعا او عديت اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن هو بياخد وقت، بس المهم بس ما تنزلش او ما تعديش الالف كلمه، ما تعديش الالف كلمه هنا، واضغط تشيك بلاجيريزم. بعد كده هتضغط على تدخل هنا، او ساعه ما احنا قلنا داونلود ريبورت تنزل هنا داونلود ريبورت. عموما هو هيجيلك هنا في الجزء ده كده بالظبط، يقول لك اضغط على عشان يتاكد ان انت مش روبوت يعني. تضغط عليه وتقول لك اختار السيارات او اختار الصور اللي فيها سيارات، وبعد كده تك كونتينيو او استمر. هيطلع لك التقرير بنفس الرمز ده كده، تنزله عند سعادتك. انا نزلته هنا اهو، هتفتحه كده التقرير اهو مفتوح عند سعادتك اهو. اهو انا نسخة بي دي اف اهو معمولة. نسخة البي دي اف ده انا حافظها فين؟ اهو شون فولدر عادي في المراجعة، لا حافظها هنا. يبقى دي نسخة البي دي اف عند سعادتك اهي. نسخة البي دي اف دي هطلعها على سطح المكتب عشان الاتنين يبقوا مع بعض كده. ادي نسخة البي دي اف اللي انا هبعتها للكلية بتاعت البلاجيريزم، وادي نسخة الريفرنسز عند سعادتك اللي انت هتبعتها للكلية. دي كده الاتنين الريفرنسز والبلاجيريزم، الاثنين دول اللي هترفعهم للكليه. الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. يا دكتور انا مش نافعني المندلي، انا مش عارف اعمل بالمندلي، انا هعمل ايه؟ بص معايا ركز. عند سعادتك دي البيبر الرئيسيه صح؟ انا مش عارف اعمل بالمندلي، بس انا عارف البيبرز اللي انا جايب منها الكلام. هتروح داخل على جوجل كوم، فاتح صفحه جديده خالص، هتكتب عند سعادتك هنا جوجل سكولر. هو تقريبا لما الواحد بيكون فاتح ولا حاجه السكرين ريكورد ممكن النت بيكون بطيء شويه، لان انا مجرب النت كان سيء. مش مهم، المهم هتحط الورقه البحثيه بتاعتك هنا، اي ورقه بحثيه سعادتك عاوزها او انت جبت منها البحث يعني، ولنفرض مثلا على الستيم سيل. تمام، ادي دخلت عليها كده. تمام، انا عندي هنا في جوجل سكولار في ميزه تميز جوجل سكولار، في علامتين لو تلاحظ، علامتين الاقتباس دي، علامتين الاقتباس دي تضغط عليهم هتلاقي هنا في صيغ معينه او صيغ كتير عند سعادتك. هتختار صيغه الاي بي اي، الاي بي اي هتضغط عليها وتاخدها نسخ، وتفتح عند سعادتك فولدر، تفتح فولدر بتاع ريفرنسز جديد اهو. ادي وورد، ادي مايكروسوفت نيو دوكومنت، وتسميها ريفرنسز، تفتحها فتحت معاك. والله ضيف اكتب ده واحد كده بس، حاول ترتبهم ماشي، ده واحد كده، وتعمل كوبي لعند سعادتك، وما تنساش في الاخر تعمل الخط تايمز نيو رومان، وتعمل الخط ب 14 سعادتك. بعد كده هتعمل نفس النظام كده، وتعمل تقرير الريسيرش بتاعك. بدل انتوا مش عارفين تشتغلوا على مندلي، او حد مش منزل مندلي او حاجه ماشي، الطريقه دي سهله. تدخل على جوجل كوم، تتك اقتباس اللي هو العلامتين دولي، بعد كده الاي بي اي كوبي، تروح حطها في الملف بتاعك، وبعد ما تخلص تروح محولها لبي دي اف زي ما احنا عارفين سيف از، وتختار الملف زي مثلا لو الديسك توب كده، واروح الوود البي دي اف واتك سيف. خلاص هتتحفظ على البي دي اف على الوود. ادي طلعت قدام سعادتك كده.
طلعت هنا اهي، ادي بسم الله فين، ادي الريفرنسز اهي اللي احنا كنا كتبنا فيها. هتبعت النسختين دول للكليه لاقصى ولا اقل، اما الميعاد يفتح من 20 او من 21 او مش فاكر، من 31 ل 20، من 31 ل 20. تمام كده كل حاجه بالنسبه للناس اللي بعتت الاسئله. لو في اي اسئله اي حد يدخل يسال لي برضه، هجمعهم كده واعمل سعادتك فيديو تاني كده. اظن مش في حاجه فاضله في البحث ما عدا اللي سعادتك تتعب شويه وتكتب الريفرنسز بتاعتك، وحاول تتفادى نسبه البلاجيريزم على قد ما تقدر. السلام عليكم.